تركيا وإلى هذا التقارب بين تركيا ودولة الاحتلال بعد أن زار هيرتسوغ تركيا وانتشرت صور له وهو يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. حول هذا الملف معنا الكاتب والمحلل السياسي صلاح موسى. صباح الخير. صباح الخير لجميع المستمعين. أهلا بك معنا. وبداية، ما هو سر هذا التقارب اليوم من بعد انقطاع ربما وبعد الكثير من الشعارات التي سمعناها من تركيا اليوم؟ ما هو التقارب وسر هذا التقارب بين تركيا ودولة الاحتلال؟ أعتقد أنه الأسباب هي اقتصادية بالدرجة الأولى وأمنية بالدرجة الثانية. لأنه التعاون الأمني بين تركيا وبين إسرائيل لم ينقطع حتى في أسوأ مراحل العلاقة التركية الإسرائيلية. الأسباب الاقتصادية أن تركيا بتمر بأزمة اقتصادية حادة، إضافة لذلك في اعتبارات سياسية أنه إدارة بايدن غيرت طريقة تعاملها مع تركيا وخفضت من نوع التعاون وطلبت منه مجموعة من الخطوات، فبالتالي الكل يبحث عن بوابة سياسية نحو الولايات المتحدة الأمريكية. وزي ما أنتم بتعرفوا، زي ما الناس تعرف، أنه إسرائيل هي الحصان اللي براهنوا عليه، وبالتالي يعني اسباب اقتصاديه، اسباب سياسيه، والاعتبارات الامنيه طبعا موجوده ولم تنقطع. نعم، ولكن هذا يعني هذا بالدرجه الاولى. نعم، ولكن ربما الفلسطيني في بعض الاحيان وخاصه الاسلاميين الموجودين هنا او حتى في الوطن العربي ككل يعتبر اردوغان رمز، وربما هذا الخبر يشكل خيبه امل لهم. يعني عليهم انهم يدركوا انه اردوغان هو رجل سياسي وبالتالي هو يبحث عن مصالح دولته، ومضبوط جزء من حركه الاخوان المسلمين، ولكن بالنهايه الدوله التركيه لا تتكون فقط من حركه الاخوان المسلمين، الدوله التركيه هي اصلا شكلت وقائمه ومستمره وتعمل على اساس علماني، وبالتالي هو مضبوط قدم او حاول يقدم نموذج للاسلاميين الليبراليين، ولكن نفس الوقت وقد يكون هذا السلوك هو سلوك ليبرالي كمان، اسلامي ليبرالي، ولكن بنفس الوقت ما يراهن عليهم يعني الاسلاميين او الفلسطينيين او العرب بشكل عام اللي بنتموا لحركه الاخوان المسلمين، ما بيستطيعوا انهم يقارنوا او يراهنوا على اردوغان انه بده ياخذ موقف متطرف من اسرائيل. لا، اردوغان هو شخص بيمثل راس الدوله التركيه، هو صحيح لديه نفوذ قوي ولكن ليس لديه نفوذ مطلق، هو ليس حاكم مطلق، هو مش حاكم دول عربية، بمعنى أنه من الممكن أنه قد يكون جرة إلى هذا المربع، مربع الاتفاقيات الجديدة والزيارات المتابعة. نعم نعم، صحيح، وارد جدا، لأنه حتى في البرلمان التركي، وهي معلومة أنا يعني بحب أحطها أمام المستمعين، أنه البرلمان التركي الآن هو مش أغلبية له، مش أغلبية مطلقة، هو متحالف مع أحزاب أخرى، وبالتالي من صلاحيات البرلمان أنها تطلب رفع العلاقات الدبلوماسية مع الدول. وبما أن تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة أدت لانخفاض الليرة، وإسرائيل تعتبر كانت من الشركاء الاقتصاديين والأمنيين المهمين جدا، لا وممكن يكونوا هم يضغطوا عليه، ولكن في النهاية هو رجل دولي، هو رجل سياسي، هو ليس رجل. وبالتالي إذا لاحظت أنه كثير من الأحيان كان هو يقوم بتصريحات كثير نارية، بعد يوم أو يومين يصدر توضيح آخر. ليش؟ لأنه الدولة التركية هي مش دولة، يعني مع الاحترام، هي مش دولة موز، مش زي الدولة العربية مثلا، في احدى الدول العربية بيصدر الرئيس او الامير القرار خلص ما حدا بيقدر يرجع وراه، بس في تركيا لا، في تركيا في عندك برلمان، في عندك المحكمة الدستورية، في عندك الاحزاب، في عندك التنظيمات اللي يعني خلينا نسميها الاجتماعية، وبالتالي مجتمع حي، والعلمانيين في تركيا أقوياء جدا وبيمسكوا في عصب الاقتصاد. يعني مين اليوم الماسك عصب الاقتصاد التركي؟ هم الناس العلمانيين اللي أصلا هم أكثرهم معارضين لأردوغان، وكانت الصفعة على أردوغان يعني إنجاز التعبير هنا سياسيا في خسارته لانتخابات البلدية في اسطنبول، وبالتالي اللي هي المعقل الاقتصادي التركي. نعم، ولكن هذا يعني أن تركيا انجرت إلى علاقات تطبيعية اليوم مثلها مثل الإمارات والبحرين وغيرها من الدول العربية.
يعني انا يعني انا عندي مقاربه مختلفه. تركيا يعني ما منطبق عليها مفهوم التطبيع زي الدول العربيه. لماذا؟ تركيا اصلا تركيا تعتبر شريك امني واستراتيجي لاسرائيل، وتركيا ايضا هي عضو في حلف الناتو، وبالتالي تركيا تربطها علاقات استراتيجيه قديمه. الان مفهوم الانجرار، انا يعني مع الاحترام للتعبير، فيش انجرار في السياسي، في السياسه بشكل عام فيش انجرار، في مصالح واولويات للدوله اللي بدك تقيمي معها علاقات. ولكن هذا يعني ايضا التبرير لباقي الدول المتبعه. لا لا لا، انا بتحدثش عن تبرير. انا الموقف السياسي، انا يعني في المحصله النهائيه اي تقارب مع الاحتلال الاسرائيلي هو انتكاسي لنا احنا كفلسطينيين، واي تطبيع مع الجانب الاسرائيلي مهما كان نوعه ومهما كان مسمياته هو في النهايه خساره لنا. ولكن في السياسي بالنهايه كدوله كتركيا، انا ما بحكي عن يعني تركيا دوله بتعرفي بتقوم على الاقتصاد، بتقوم على علاقات مفتوحه والى اخره، بس الامارات وضعها مختلف، قطر ما وضعها مختلف، السعودية هاي دول عربية يجب أن تكون ممسكي. هو يدعي أنه هو بيمثل وأنه هو مش راح يتنازل عن القضية الفلسطينية. أنا بالمحصلة النهائية دائما بقول وبدعي الناس أنها تتمسك في الرأي البسيط أنه السياسي ما لا يوجد لها دين ولا يوجد لها عقيدة، السياسي يوجد لها مصالح، وبالتالي الفلسطينيين اللي قاعدين بقودوا العلاقة مع الإسرائيليين كمان هم بحاولوا يبنوا مصالحهم، وإحنا كشعب فلسطيني مش راضين عن هذا الحكي، وإحنا كشعب فلسطيني مش راضين عن التقارب التركي الإسرائيلي، وإحنا بنعتبره هو جزء من أشكال التطبيع. أتفهم ذلك، ولكن بفترة من الفترات كنا نرى الطيب أردوغان يرتدي الكوفية الفلسطينية ويلقي خطابات وشعارات رنانة، وربما أيضا سير الكثير من السفن إلى غزة، وكانت هذه مساعدات منها سفن مرمرة التي تعرضت لإطلاق النار من قبل الاحتلال، واستشهد عدد من الأتراك. نعم، واضطرت إسرائيل للاعتذار. نعم، وفي مرة من المرات أردوغان أيضا غادر مجلس الأمم المتحدة لوجود نتنياهو هناك. كل هذه، وكمان بدافوس كمان لما طلع وصرح كمان أيام شمعون بيرس. نعم، يعني هناك العديد من المواقف لتحديدا أردوغان تدل على أنه يصنع من نفسه رمزا للعرب ولفلسطين بشكل خاص. لماذا اليوم لهذه الدرجة كان من السهل أن يلتقي بهيرتسوغ بعد يعني سنوات طويلة من الجفاء؟ يعني كما قلتي، هو حاول أن يصنع من نفسه عنوان. نعم، تمكن لحد كبير جدا، وانت قبل شوي حكيتي انه الفلسطينيين تفاجئوا وحتى صدموا من حجم الاستقبال طبيعته. نعم، ولكن نعود ونقول انه هو اضطر سياسيا واقتصاديا لذلك، وبالتالي احنا بنشهد هذا كمان، هاي كمان جزء من التحولات اللي بتشهدها المنطقه والعالم. هو حاول انه يكون باستقباله للرئيس الاسرائيلي، وزي ما انت بتعرفوا وزي ما المستمعين بيعرفوا انه الرئيس الاسرائيلي ما لهش اي صلاحيات سياسيه في اسرائيل، ولكن استقباله هو عباره عن رساله سياسيه للمستثمرين الاسرائيليين والاتراك انه عايز التعاون، وانه احنا بدنا نعيد هاي العلاقات اللي بيننا وبينكم على المستوى الاقتصادي. الان الى اي مدى سيتحول هذا الاستقبال الى علاقه سياسيه عميقه؟ اسرائيل لديها شروط، يعني كمان على الناس انها تعرف، اسرائيل حطت مجموعه من الشروط، من اهمها طرد قيادات حماس ووقف اي تعاون او غطاء سياسي لحماس في الاراضي التركيه، ووقف التحريض اللي بيكون فيه أردوغان على دولة إسرائيل كما يقولون. وبالتالي إسرائيل الآن تفرض مجموعة من الشروط، الآن علينا أن ننتظر ونرى هل يصمد أمام هذه الشروط، هل سيؤدي هذا التقارب إلى طرد قيادات حماس وتضييق أنشطتها في تركيا. بالتالي الآن هاي الخطوة الرمزية اليوم بلشت ذات طبيعة سياسية ورسالة سياسية واقتصادية هامة. المهم، انت سالتيني شو السبب؟ انا في البدايه حكيت انه انهيار الليره التركيه والوضع الاقتصادي والتغيير السياسي الامريكي ورغبه اردوغان انه يفتح افاق مع الجانب الاسرائيلي بصفتهم هم الناس اللي هم نفوذ في العالم،
وبالتالي هو قاعد بروح هذا الاتجاه. ولكن إسرائيل كمان المفاوضات الأمنية اللي تجري الآن بين المستوى الأمني الإسرائيلي والتركي، بقول لك إحنا عندنا مجموعة شروط يجب إنه تركيا كمان تلتزم فيها. إذا مدى نجاح هذه العلاقات ربما سننتظرها في الأيام القادمة بعد هذه الزيارة؟ صحيح، سننتظر ونرى. طبعا الناس انقسمت ما بين إنه بدين وناس بتدافع. أنا وجهة نظري ما لا الدافع ولا الدين، أنت انتظر. اطلع على الأفعال السياسية وآثارها. هو بفكر أردوغان بمستقبل وحماية دولته ووجوده كمان بالسلطة، انتبه كمان هو كمان ببحث عن وجوده واستمراره بالسلطة، رغم أنه امبارح في بعض المؤسسات أو الأحزاب أو الأنشطاء يعني اعترضوا وقاموا والآخرين، ولكن هو بفكر بمنطق هو المنظومة الموجودة في تركيا، هو كيف يحمي دولته ويحمي مصالحها. الآن الفلسطينيين والعرب لأنهم هم آسف على التعبير مفعول بهم ماشي سياسيا، وبالتالي هم بتوقعوا أنه بيجيهم المخلص. لن يأتيكم المخلص، ما احنا نفسنا مش قادرين نخلص أنفسنا من كثير من الأشياء. وبالتالي أنا سياسيا لا أراهن على أحد، أنا أراهن على قديش عندك مصالح، قديش عندك موازين قوة، قديش ممكن أن تمتلك أدوات تأثير وتغيير في 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 المجتمع الدولي وفي المجتمع الإقليمي. إذن أردوغان هيك بفكر وإسرائيل هيك بتفكر، ومش واحد يقول أنا مع أو ضد، وإذا ما أنت تفضلتي هاي مصالح. نعم، إذا يعني ننتظر الإجابات أستاذ صلاح بعد هذه الزيارة. كما قلت الكاتب والمحلل السياسي صلاح موسى حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.